الأخت نهال من المملكة المتحدة. أهلا وسهلا أخت نهال. سلام ونعمة حضرة القسيس نزار، بشكر حضرتك جدا على كل كلمة وكل تعليم قلت بخصوص موضوع النهاردة. أنا مسيحي عندي تعليق وهدخل منه على السؤال. أنا عايزة أقول واتفق مع حضرتك إن لغة المسيحي بجد يجب أن تظهره، بدليل إن الناس عرفت بطرس وقالت له لغتك تظهرك، لكن اللغة لوحدها مش كافية، لأن ممكن يكون كلامي رائع لكن سلوكي وتصرفاتي لا تطابق كلامي، وهنا هي الخطورة. لأنه دايما بقولها إنه سبب نجاح خدمة الرب يسوع إنه كان بيعمل ما يعلم به، وإحنا كأولاد الله الحقيقيين يجب أن نكون رسالة الله المقروءة والمعروفة لدى جميع الناس، والناس اللي ما بتقراش الإنجيل بتقرانا إحنا 24 ساعة في اليوم، فيا لها من مسؤولية. يعني لأنه لو مش بنسلك بالتدقيق وبنعكس صورة إلهنا اللي بنعبده بنسبب عثرة للي حوالينا، بينما الله متوقع مننا إن إحنا نكون ملح الأرض ونور في الظلمة اللي إحنا عايشين فيها. هنا بقى في سؤال، لو أنا بقول إني أنا إنسان مسيحي مؤمن وفي أشغال لا تليق بأولاد الله المسيحيين إنهم يشتغلوها، زي مثلا الشغل في البابس الخمارات يشتغلها ويجلس وسط مجلس المستهزئين، ولا يمتنع عن مثل هذه الأشغال؟ وإزاي المؤمن يجمع ما بين إنه يكون رائحة المسيح الذكية ويوصل الأخبار السارة للخطاة وإنه يتوجد في وسط جماعة غير مؤمنة، علما بأن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة؟ شكرا، ربنا يبارك. ربنا يباركك أخت نهال، سؤال كتير كتير حلو. خليني أجي للنقطة الأولى اللي تكلمت فيها. إحنا لما نقول كلاما لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان، من ثمارهم تعرفونهم. في يوم من الأيام لابد أن يظهر الثمر، حتى لو كان إنسان متملق بيستخدم التعابير المسيحية، إلا لابد أنه في شيء راح يظهر هذا الشخص الثمر. الثمر دائما اطلع لا الثمر. أما بالنسبة للسؤال الثاني، طبعا الكتاب المقدس بقول امتنعوا عن كل شبه شر، يعني مش شر، حتى شبه الشر. ليه؟ لأنه في مرات حسب قوة أو ضعف الإنسان، يعني في ناس اللي هي بتضعف وبالخمارة رح يشرب خمر، أو في أماكن الدعارة رح يمارس. لكن هون مش إنه بتمنع إنه نروح لهذه الأماكن ونبشر برسالة المسيح. هاي الأماكن اللي هي محتاجة لرسالة المسيح، اللي هي محلات الخمرات والنايت كلابس ومحلات الدعارة والكذا، نكلمهم عن محبة يسوع المسيح. لكن كشغل لا، يعني لأنه الكتاب بيعلم بكل واضح عن القداسة الكاملة، القداسة العملية، وحتى بقولنا امتنعوا عن كل شبه شر.